ايوه مين؟ افتح يا جمعة. أمينة؟ خير يا أمينة؟ تعالي اتفضلي اتفضلي. خير يا أخويا اطمن. وأنا يعني مش هجيلك إلا لما تكون في مصيبة حصلت. أنا جايالك عشان موضوع تاني خالص. أنا ما أقصدش يا أمينة. أنا بس مستغرب يعني. دي مش متعودة تجيلي وعارف إن أنتِ كارهة المحطة. وهفضل كارهاها. لغايه ما ربنا يهديك كده وتيجي تقعد في وسطينا. انا جايه لك عشان اكلمك. عشان موضوع نادية. اديك عرفت لوحدك. الواد حسن عمل لكم شبوره مش كده؟ قلب الدنيا ظلمه علينا وقعد يدي في البيت كلام ملوش اي لازمه وقعد يبكت في الواد كمان. بنتي حبه عيني ما بطلتش عياط وبصراحه عزوز كلم نادية وواخد على خاطره قوي. مش فاهم بس ايه اللي حصل لده كله؟ والعلم بقى انا قعدت مع الواد اللي اسمه عزوز ده وهو جدع وطيب. طب والنبي انا رايي فيه كده برضه. بس هنعمل ايه بقى لابن انصل الوز والسفيره العزيزه مش عاجبه البلياتشو. طب اشربي الشاي يا اخويا انت كمان وانا جايه الضيف. عارف عارف انك مش جايه تضيفي. جايه عايزاني اكلم حسن واشوف ماله. عايزك تكلم حسن وتهدي شويه. دول مسكهم هما الاثنين وقال لهم انسوا الموضوع ده خالص. تمام ماشي بقاله سنين على الربابه يغني يقول مش هديكي الا اللي انت عايزاه وهو كمان لازم يكون عاوزك يا حبيبتي يا اختي. ايه اللي غير بقى كل ده دلوقتي؟ مانيش عارف. بنت مموته نفسها من العياط بعد ما كانت عينيها بتلمع من الفرح وطايره طير كده من على الارض ورجليها مش لامسه الارض يا جمعه. بعد ما صدقت من الفرح دخل عتبه بيتنا. أنا خايفة بصراحة يا جمعة الواد ياخد على خاطره ويروح وما يرجعش. طمني طمني يا أمينة. الحب والجواز ده رزق من عند ربنا ولو الدنيا كلها اجتمعت عشان تمنع رزق كاتبه ربنا مش هيقدروا. ولو ربنا كاتب إن عزوز ياخد نادي محدش هيقدر يفرقه. بس أنت طمني. ونعم بالله. أنا كنت عايزة منك حاجة تانية يا أخويا عشان خاطري. خير. كلم عزوز كده والطيب خاطره بكلمتين حلوين كده من كلامك الحلو. ما ينفعش دلوقتي. الاول اشوف حسن. ما يبقاش حسن قال للراجل انساه واحنا نروح له. يبقى شكلنا ايه قدام الراجل؟ ما ده شأن حسن. يبقى شكله ايه قدام صاحبه؟ الحاجات دي ما تعدكيش. اشرب الشاي. عارفه بقى يا جماعه ما هو من غلب يا اخويا اعمل ايه؟ اشرب اشرب خدي امسكي. مش عايزه اشرب حاجه. امسكي بقى دي بالك مده ما شربتي الشاي من ايدي. امسكي وانا احط لك في الشاي حاجه. قبل ما نشرب شربات ناديه ان شاء الله. يا رب في حياتك يا جمعه. مالك يا حسن؟ مالي يا ورد في ايه؟ مفيش حاجه يعني تعبان شويه. تعبان وانت قاعد مع ورد؟ وبعدين يا سيدي سلامتك الف سلام. الله يسلمك. ما تقوم يلا عشان اوصلك الشغل. أنا قلت يعني إن أنت جاي تقعد معايا مخصوص. أيوة أنا قعدت معاكي. في إيه؟ في حاجة عايز تقوليها؟ حسن هو أنت مش ناسي حاجة خالص؟ الظاهر أنت ناسي إن أنا راجع من السفر وتعبان وفي دماغي مليون حاجة. في إيه يا وردة؟ يا حسن أنت زي النهاردة قلت لي أنا بحبك. ومن ساعتها لحد دلوقتي وإحنا بنحتفل بيه كل سنة يعني عيدنا يا حسن. أنت نسيت ولا إيه يا حسن؟ نسيت معلش. حقك عليا يا ست ما تزعليش. عادي يا عم ولا يهمك. انا مزعلانه خالص على فكره. بالعكس انا ببقى مبسوطه قوي لما تقعد تحايل فيا كده. كل سنه طيب. من قلبك؟ انا هعدي عليكي بعد ما تخلصي الشغل. مش ممكن يا اكرم اللي انت جايبها لي دي. ما بتبطلش عياط. دموع دموع دايما دموع. ايه ده؟ طب هي راحت فين؟ نزلت تشتري شويه حاجات. انت مش اديت لها فلوس وقلت لها انزلي تشتري شويه حاجات؟ اديت لها فلوس. وما نزلتيش معاها ليه؟ ليه؟ هشتغل لها سكرتيره كمان يا اكرم بيه.
لا ما اقصدش، انا بس يعني قلت كنت نزلتي معاها نقيت لها كام حاجه على ذوقك كده. ذوقي؟ ذوقي ما يليقش عليها، وبعدين ذوقها يمكن يعجبك، شغلانتها بقى كمان وعارفاها. ده انتي اتكلمتي معاها بقى وعرفتي حكايتها وحدوتتها. ما رضيتش انت تحكي لي، قلت اعرف بنفسي. ليه؟ هو انتي بكل اللي انتي فيه ده حد كان طلب يسمع حكايتك ولا حدوتك؟ اكرم، طالما اكرم البدري ما طلبش منك انك تتكلمي معاها وتلغي الكلام مالكيش فيه، يبقى المفروض ما تتصرفيش من نفسك. ما تتصرفيش من نفسك. هنا في ايه؟ هنا في بيضه. البيضه دي ما تطلعش على اكرم البدري عشان عيب، صح؟ هي لحقت تشتكي لك؟ ده القرف. لا هي ما اشتكتش ولا حاجه، بس انا زي ما بحبش حد يعصى اوامري ما بحبش حد كمان يتصرف من دماغه يسوق. انا الحق عليا، كنت بوعيها وبفهمها، شايفاها مسكينه وغلبانه. حرام، فاكرك بتحبها، تخيل. طب ما انا بحبها فعلا. ايه مستغربه ليه؟ بحبها ايه؟ مفيش اخبار جديده؟ اخبار جديده ازاي؟ لا عارفه اروح لحد ولا عارفه اعزم حد، وحبيبه القلب انت حاططها لي هنا في البيت. ده انت بتغيري بقى. وما غيرش ليه يا اكرم؟ امبارح كنت ليا لوحدي، والنهارده جبت لي واحده تشاركني فيك، ومش بس كده، لا وكمان حاططها معايا في نفس البيت. يا جبروتك يا اخي. حبيبتي انت حاجه وهي حاجه تانية خالص. ودي لي اخبار جديده عشان ما ازعلش، انت عارفه ان انا زعلي وحش خصوصا في المطبخ. وانت عارف يا اكرم الا زعلك ما اقدرش عليه ابدا. بقولك ايه، هي الترابيزه دي جامده؟ قال يعني ما جربتهاش قبل كده. وماله، نجربها تاني وتالت. الله، الجواب بيبان من عنوانه، والمسقعه بتبان من بتنجانها. عامل لك شويه مسقعه هتاكلي صوابعك وراها. اخيرا يا بت يا فطني، اخيرا بقينا انا وانتي تحت سقف واحد. فاكره يا بت؟ فاكره يا بت كنت بجري ازاي وراكي في البلد وبرضه ما بتعبرنيش؟ يا بت الطاقي انت لسه هتقومي مكسوفي؟ احنا خلاص بقينا مع بعض. يلا افتحي بوقك. ها يلا. ايوه بالهاني والشفي. الا قولي لي يا فاطمه، انت بقى نفسك في ايه؟ انا عن نفسي نفسي في وقت. ايوه انا معاكي، كل اللي يجيبه ربنا كويس، بس انا نفسي في وقت عشان يشيل اسمي. انا هسميه ابو الفتوح عبد معطي، الاسم ده مفيش منه اتنين. ايوه يا فاطمه انا معاكي برضو، ان اللي البت رزقها واسع، خلاص نسميها ام الفتوح عبد معطي. انت ما تعرفيش يا فاطمه انا بحبك قد ايه، بحبك قوي. بس يا بت يعني ابقى استوري نفسك شويه كده، اصلي بتعب ومش بقدر ابص لك. كلي بقى يا فاطمه، كملي بقى اكلك لوحدك، مش قادر اقرب منك. رخا، يعني انت جبت المشوار ده كله عشان تفتح معايا نفس الحوار؟ مش كفايه انا ما كلمتكش على اللي عملته؟ اللي عملته؟ انا عملت ايه بقى ان شاء الله يا ابن اختي؟ لما اكلمك يوم ورا التاني ما تقوليش على عزوز. طب عملت يا خالي؟
يا ابني في موضوعات ما ينفعش الكلام فيها في التليفونات، استنيناك لما تيجي عشان نقول لك. وديني جيت وعرفت الرد، انتهى الكلام. حسن افهمني، صاحبك انا قابلته وللامانه بقى راجل جدع وشهم وشاري خاطرك، ودخل البيت من بابه، ولولا شغلك في مصر كان فتحك انت اول واحد. وانا خايف على ناديه ومش عايزه اكون مع عزوز. الله، ليه؟ عشان بلياتشو؟ لا عشان هتموت، عشان هما الاتنين سكتهم مش واحده خال. عايز اقول حاجه تانية؟ عايزك تقول حاجه خالك يصدقها يا حسن. الراجل عارف ان نادي عيانه وموافق، بيتهيالي كده الحكايه ملهاش علاقه بنادي. بيتهيالك؟ ما انت طول عمرك بيتهيالك حاجات كتير وما بتحققش. في يا حسن، انا خالك ولا انت نسيت؟ لا ما نسيتش، بس فين خالي بقى من 25 سنه؟ نادي دي شفتها فين؟ بلاش شفتها فين؟ شفتها كم مره يا خالي؟ انا لولا ان انا اللي بعدي عليك وردة كل شويه في الرايحه الجايه كان زمانك ما تعرفش عننا اي حاجه. جاي النهارده محمولها وخايف عليها؟ جاي النهارده بتعمل فيها ابويا وبتاخد قرار؟ بقول لك يا خالي، اخلع انت من الموضوع ده، خليك في الاوهام بتاعتك، جاي استحقق. السلام عليكم. كده برضه كده تعمل فيها كده؟ انت لو كان حصل لك حاجه انت مش عارف كان ممكن يجرى لي. اول ما سمعت صوت الضرب نزلت من مكتبي زي المجنون، لان عارف انك اكيد هتبقي هناك. Mm-hmm.
سمية ما تخلينيش اخاف عليك. شكلك احلى وانت بشكلك. فيك حاجة؟ اه ايه؟ في حاجة هنا؟ هنا؟ اه انا هيك استنى. ادخل يا فاطني. فاطني ايه يا فاطني ده؟ انت لسه نايمه لحد دلوقتي؟ افتحي شويه، هي من ريحه الاوضه مكمكمه كده ليه؟ انت كنت بتغسلي يا بنت ولا ايه؟ اه اكيد كنت بتغسلي عشان كده رحت الاوضه عامله كده. طيب تعالي بقى يا بنت، تعالي شوفي انا جايب لك ايه. تعالي قومي قومي. بصي يا فاطني، بصي يا فاطني، الله اللون اللي بحبه. يلا يا بت ساعديني والبسي البتاع ده. يلا يا فاطمه. حلو قوي عليك يا فاطمه. ها البسي البسي. بصي دي اللون اللؤلؤي. استني يا بت ده هنحطه كده. لا استني يا بت ده كده وده كده زي الامر يا بت. انت حلوه قوي حلوه قوي يا فاطمه. عارفه يا فاطمه انت صحيح سفيفه وصغيره كده بس وشك بدري منور، عينك واسعه زي عيون البقره، ومناخيرك زي العصفوره. اني حلو، اني شبه البغل. انت بس اللي بتحبيني. بتحبيني يا فاطمة؟ بتحبيني زي ما بحبك؟ صدرك حنين قوي يا فاطمة. انت طيبة وحنينة. عارفة يا فاطمة؟ انا لو ما كنتش اتجوزتك كان زماني اتجننت. افضل اكلم نفسي طول ما انا ماشي. اوعي تسيبيني يا فاطمه في يوم من الايام. انا بحبك بحبك قوي يا بنت. شكل سعادتك مش مبسوط. بالعكس انت عملت اللي انا عايزه بالظبط وبزياده حبتين، بس كان نفسي تكون معايا وتشوف حسره عادل لما عرف بالمسرحيه. المهم ان سعادتك اتفرجت وانبسطت. لو عايز نعيدها تاني مفيش مشكله. سيبك منه، خلينا في الأهم. اقعد يا حسن. عادل ده صرصار ملوش أي لازمة، عمر ما الدنيا دارت عليه ولا كانت هتدور أصلا. ركز مجهودك في اللي جاي عشان اللي جاي أصعب بكتير. والمسرحيات مفيش أكتر منها، ما تقلقش. الفترة دي مش بتاعت مسرحيات خالص. الفترة دي عايزة سيناريو محكم، من كتر إحكامه يبان إنه ارتجال. مش فاهم تقصد إيه سعادتك. الباشا هيدي الضوء الأخضر لأهم وأضخم مشروع استثماري في العشر سنين الجايين، جزيرة أمون. ومشروع ضخم زي ده هيخشه أكتر من رجل أعمال، وكل واحد ليه مساحة شغله المرسومة على قده بالظبط، وممنوع بأمر الباشا إن أي حد يخش برجله على مربع اللي جنبه. بس لا مؤاخذة يعني هي فين المشكلة؟ المشكلة إن أنا عمري في حياتي ما اتنازلت عن رغباتي لأي حد. أي حد. المشروع ده بالكامل لازم يكون بتاعي، بتاعي أنا لوحدي، وهيبقى بتاعي. خلاص سعادتك عشان تتحرك براحتك كده وسطيهم. أنا شايف إن مفيش غير حل واحد. اللي ما يقدرش يخطي بره أرضه، يخطي جواه لحد ما تضيق عليه.
احنا مش هنتعدى على حد، بالعكس احنا نخليهم هم اللي هيرجعوا لورا، هم اللي هيحتاجوا لك، هيجوا لحد عندك ويخليك تشاركهم. وعشان ده يحصل لازم يحصل حاجتين. اول حاجه ان هم الاثنين يستغنوا عن بعض، والتاني يحتاجوا لك. ايوه بس ده ما ينفعش في حدود الارتجال اللي احنا اتفقنا عليه. لا ينفع يا باشا، ما انت برضه سعادتك هتقدم لهم تسهيلات، هتحط لهم مسمار في كل مشروع من مشاريعهم، حركه يعني، حاجه ببلاش يبان ان انت يعني خدمتهم لحد ما يحسوا ان هم محتاجينك في كل حاجه، وفي اللحظه المناسبه انهم ساحبين المسمار هيجوا جري لحد عندك عشان يتفقوا معاك من جديد. حسن انا حاسس ان احنا بنتكلم عن عيال صغيره بتلعب في الحاره، انا بكلمك عن رجال اعمال ليهم وزنهم في البلد، ده غير الباشا. سعادتك ايه اللي جاب سيره العيال الصغيره والحاره؟ ما احنا هنعمل بيزنس بجد، وبعدين ده الباشا زي ما انت قلت محدش هينفع يلعب معاه. لا مش مطمن، حاسس ان الموضوع ده هياخد وقت كبير ومحتاج لدراسه. ما احنا هنعمل دراسه فعلا. بعد اذنك يا باشا سيب لنا الموضوع ده وصدقني مش هتندم. ماشي يا حسن، لما نتقابل بالليل نكمل كلامنا. ازيك يا دكتور علي؟ اتفضل. انا اسفه أمينة اتاخرت على حضرتك. خير؟ في حاجه؟ أول مرة أشوف بنت لابسة فستان في الزمن ده. أيوة يعني حلوة ولا وحش؟ حلوة أوي. عارفة ليه؟ عشان الفساتين اتخلقت للبنات. أنا كتبت حاجة للفصل الخامس. هي اللي انت بتخلص بسرعة كده. مش أنا كاتب، بس نفسي ألاقي كلمة أقولك فيها شكراً أو كفاية. كفاية الكلام اللي انت بتكتبه ده، وكمان كفاية العنوان ده. الأب البديل مش معنى، عشان انت كل كلمة بتكتبها بحس انها بتمسيني انا شخصيا. عارف الثلاث فصول اللي فاتوا اللي انت بتحكي فيها عن الحنين للأب اللي غايب؟ عارف انا وقتها حسيت بإيه؟ حسيت بأبويا اللي غايب بقاله كتير قوي في البحر، واللي يمكن انا عمري ما قابلته غير كم مرة يتعدوا على الصوابع، ودلوقتي كمان جايبني الأب البديل. يعني بابا رشيدي. عارف زمان وانا في المدرسه كنت بغلط كتير قوي، كانوا يسالوني كده دايما ويقولوا لي انت اسمك ايه؟ اروح ارد عليهم واقول لهم ورد رشيدي، وانا اقول لهم لا معلش معلش انا اسفه، اسمي ورد محرم. روايتك دي تنجح وكل الناس تقراها بجد، ان شاء الله ربنا هيوفقك. بس اقول لك حاجه برضه معلش يعني ادخلك فيها، انا برضه حظي كويس جدا، انا عندي حسن حبيبي اللي بيحبني، هو ابويا وامي واخويا وكل حاجه في الدنيا يعني، كفايه هو عليا بجد. انا اسفه قوي ان انا كنت شغلتك يعني بكلام، معلش.
ايوه عليك بجد يعني خضتني. وبعدين لما خبط عليك هنا وانت بره، انت مش النهارده اجازتك؟ وبعدين ارجوك ارجوك تعزل بجد من هنا، مساكن الاطباء الغريب ده. اسكندريه واسعه جدا على فكره، شوف انت عايز تسكن فين وانا بنفسي هدور لك على مكان. ممكن؟ انا مرتاح على اذنك. استنى استنى، انا كنت جايه اصلا عشان اشكرك. على ايه؟ انك خليتني اقرا البروفايل. على اذنك. مالك يعني في ايه؟ تعبان مخنوق فاصل كده. طيب هو انا كنت كاتبه حاجه وكنت عايز اعرف رايك فيها، ممكن؟ ولا اقرا لك انا؟ اتفضلي. كلما رايته اهتز قلبي بمشاعر جياشه وعشق عميق، وكلما تجاهلني تعلقت به اكثر، فهو ذلك الوسيم الغاضب دائما كالاطفال الاشقياء. خلاص 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 خلاص، ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ اشقياء واطفال، ايه الحب ده؟ حد يجهلك تحبيه؟ ازاي؟ حد يجهلك تحبيه؟ مفيش من الكلام ده، مفيش. كلما رأيته اهتز قلبي بمشاعر جياشة وعشق عميق، وكلما تجاهلني تعلقت به أكثر، فهو ذلك الوسيم الغاضب دائما، أراه يوما فأعرف أني عشقت. أني شبعت يا فضلي خلاص الحمد لله. بقول لك يا فضلي، أني كنت عايز أخد رأيك في موضوع وكنت خايف أكلمك فيه. أني زهقت من الشغلانة دهي، ما بقتش جايبة همها. أني بفكر أخدك ونطلع البلد تاني. قلت إيه يا فضلي؟ إيه؟ عندك حق يا فضلي. إحنا نصبر شوية لحد ما نعمل قرشين ونطلع البلد نعمل مشروع. نفتح كده نصب فاكهة زي أبوك. وزيه ليه؟ أني أشارك أبوكي؟ مش هاني جوز بنته ويبقى زيتني في دقيقني؟ زيتني في دقيقني؟ لا، تبقى بطخني في منجتني. عارفه يا فاطمه؟ انا مبسوط قوي، حاسس كده الدنيا هتزهزه والرزق هيخبط علينا بابه. انت هتفاضي؟ لا ايوه انت هتهلي؟ ده ان شاء الله. سالته بيعمل عندك هنا ايه؟ روح امك يا باشا. سرقوا من المتحف وفرحان بروحك؟ لا يا باشا، انا ما سرقتوش وربنا ما سرقتوش. قول لهم يا فاطمه، قول لهم يا فاطمه اني ما سرقتش حاجه. يا فاطمه يا فاطمه. حسن رجع من مصر يا عزوز طايح في الكل، ومحدش بقى عارف مين زعيقه بصيته، حتى الطريقه اللي بيعاملني مش ده حسن اخويا العرب. حسن معاه حق يا نادر، حسن معاه حق. مش قصدي في معامله ليكي، بس حطي نفسك مكانه. اني صاحبه كان المفروض يعرف مني، مش يرجع من السفر يلاقي امه واخته وخاله عارفين وهو اخر من يعرف. دي المشكله يا عزوز، ولو زي ما انت بتقول يبقى لازم انت اللي تكلمه وتصالحه. ايوه هكلمه طبعا، هكلمه واصالحه صح. مالك يا عزوز؟ ليه حاسه كده اني مش فارقه معاك؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ مش فارقة معايا كيف يعني يا نادر؟ ليه بس بفكر في حسن؟ خايف علاقته، مش
مش عايز يجوزها بلياتشو. ماله البلياتشو يا عزوز؟ بعدين هو انت اتخلقت بلياتشو؟ يا عزوز انت راجل كويس ومعاك شهاده، يعني ممكن تشتغل اي حاجه، دور على شغل واللي يدور هيلاقي. يا نادي يا نادي، الموضوع مش موضوع بلياتشو وشهاده يا نادي. موضوع اللي تعبانه عيانه صح؟ يا عزوز حسن اخو خايف على اخته. انا عارفه ان انا كويسه. الموضوع فيه حاجه من عندك انت يا عزوز. الموضوع في حاجة من عندي أنا، من عندي أنا. ويلا بقى عشان نروح. يلا يا نادي. يلا يا نادي. هاي عبد المعطي، في حد تاني شارك معك في السرقة ولا أنت قمت بيها لوحدك؟ والختمة الشريفة يا بيه، أني ما سرقت حاجة، ده أني بخاف من ضلي. يا عبد المعطي، كل اللي شغالين في المتحف قالوا في التحقيق انك كنت بتسيب القاعة كلها وبتقف قدام التمثال ده بساعات. اللي كنت بقف قدامه على شركة بيفكرني. بقول لك يا عبد المعطي، بلاش الاستعباط. اعترافك ممكن يخفف عنك الحكم، لكن لو ما قلتش مين اللي ساعدك هتشيل القضية لوحدك. عايز تشيلها لوحدك؟ لحضرتك دي بريئة. علي النعمة أنا بريء. يا عبد المعطي، سجل الحضور والغياب في المتحف متأيد فيه إنك غبت في نفس اليوم اللي حصل فيه سرقة التمثال، كنت فين في اليوم ده؟ في البيت يا بيه. هو أنا بروح حتة تانية؟ أنا لما بعوز أنزل ما بروحش غير حتتين، يا إما بنزل على الزاوية بصلي يا إما بروح المتحف الشؤم ده. وربنا وربنا يا بيه، أنا بمشي جنب الحيط جوه الحيط، كل أملي في الدنيا إني أعيش مستور وبتداري زي بقية الناس. معرفش ليه المصايب بتحط فوق راس. بريء. أنا بريء. تعال يا عسكري، خد الورقة. تمام يا فندم. بريء. التمثال ده مضروب. التمثال ده مضروب. اكتب يلا. يتم استدعاء خبير آثار بمعرفة المتحف في تاريخه وساعته. أقفل المحضر. تمنيت واحدة أجمل من أي صورة رسمت في خيالك. لما لقيتها طلعت مش ليك، لحد تاني. اختارتي كلها الأب والأخ والحبيب. طب ما يمكن اختياراتك التانية مش ليك برضو، زي الكتابة، تبقى بتحب غيرك وعمرك ما هتنجح. الحلم لازم يبقى على قد مقاس حياتك، ما يعلاش عن السقف اللي ايديك ممكن توصله. عشان ما تنطش بأحلامك لفوق بعدين تقع وتتكسر. تتمنى لو كنت واحد تاني ما بيحلمش. أنا طول عمري بشوف مشاريع سعادتك، بس معرفش ليه معقدة قوي كده. ده بيتهيألك. ولا معقدة ولا حاجة، كل حاجة كبيرة متقسمة لحاجات أصغر فأصغر فأصغر. المشروع عبارة عن أرض وخدمات وتصاريح، والتصاريح بقى على وزن كل رجل أعمال وتقله في السوق عادي يعني. بعدين ساعتك عارف يا باشا، ساعات كده كنت ببص على الناس اللي بتجري ورا الفلوس ليل نهار، مش عارف بيعملوا كده ليه، مع ان عندهم اللي يكفيهم وزياده حبتين كمان. ما تنساش انك قاعد مع واحد منهم. في ايه؟ ما اقصدش يا باشا، انا اسف. ساعتها غيرهم طبعا يعني. لا ولا غيرهم ولا حاجه. انا زيهم بالظبط. بس الحكايه بقى مش حكايه طمع زي ما انتوا فاهمين، لا. الحكايه عباره عن تراك مقفول. دايره ملهاش اول من اخر.
وطالما بدأت تمشي فيها شوية وهتلاقي نفسك بتجري، عمرك ما هتقدر تقف. عارف ليه؟ عشان لو وقفت اللي جاي من وراك بسرعته هيطيرك بره التراك، هتلاقي نفسك رجعت تاني من الأول خسران كل حاجة. يعني الطيار هو اللي بيمشينا، ما بنمشيش بمزاجنا. صح، بس الذكي بقى اللي يحول الطيار ده لمزاج ويلعبه صح. وأهم قاعدة، مفيش آخر لأي حاجة. فكرتني بأبويا الله يرحمه يا باشا، كان دايما يقول لي كده، لما توصل للآخر ارجع للأول تاني. مات يا حسن، أبوك مات، إيه؟ هتفضل عايش بأفكاره ومع الشيشة جواك؟ يا حسن صح، عندك حق، أو مات. قول لي يا حسن، أنت بتشرب؟ لا يا باشا ما بشربش. ليه يا حسن؟ ده الشرب حلو قوي. بس مش نشرب اللي تشوفه سعادتك. عموما بكره هتتعود. صحيح يا حسن، انت متجوز؟ خاطب؟ مصاحب؟ شاقط؟ لا يا باشا. يعني ما عندكش واحده في حياتك؟ ما عندكش حلم؟ مات مع ابويا الله يرحمه.